المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وتلك أنفالكم وتلك أنفالكم في الغاصبين لكم مقسومة وبعين الله تقتسم. لم تبق أسيافهم منكم على ابن تقن فكيف تبقي عليهم لا أبا لهم. ليلة الجمعة في محضر سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان. أرواحنا لتراب نقدمه افتداء. كفيل بهذه الشابة المؤمنة أن يتولاها بعناية. وإن أعجب شيء أن أبثكها. الله يرحم سيد حيدر الحلمي رحمة الله. وإن أعظم شيء أن أبثكها كأن قلبك خال وهو محتدم ما خلت تقعد ما خلت تقعد حتى تستثار لهم وأنت أنت وهم فيما جنوهم. فلا وصفحك فلا وصفحك إن القوم ما صفحوا ولا وحلمك إن القوم ما حلموا. فحمل أمك قدما أسقطوا حنقا. هذه أيام رأي. فحمل أمك قدما قدما أسقطوا حنقا وطفل جدك في سهم الردى فطم. لا عذر لا عذر أو تضع الهيجاء ما حملت بطلقة معها ماء المخاض دم اشتعلنا كأنك ما تدري ايش صار يوم ضربة ولطمة وانبتوا بالصدر مسمار ولطمة العين
وانغدر حقها ومن فدايك لو المنع وليت ولي نخت خطبت بيهم ما حد سمعها متمرمرة وطلعت من الدنيا كئيبة كل الجرى تدري شعدت من مصايب ميل غصب حيدر للطفوف أم المصايب والشيعي قلبه بحزن متفطر وذايب يجذب الونة وينتخي وما حد يجيب عجل عجل ولا تنسى غريب الغاضري والجثة اللي رفضتها اللي طبت المجلس هدية مجلس يزيد بن الخنا شراب الخمر ويلي عجيل ترى حرقة وخيمكم وضع انشاء للشام بالنسوة وظل جدك على الرمان رمل يا ابو صالح نساهم واطلب الماء واسب الحرم زينب ترى راحت سليم ويلي وانشدها للشامات علي يسروها وسط مجلس باليتامى وقفوها عرفون جدها ويا ضيمها ومن أبوها وياهم أخوتها ومن يتوقف غريب الأمر والمرجع لله بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من آثار العقيدة في وجود الإنسان أثر طمأنينة القلب أن يكون القلب مطمئنا هذا أثر من الآثار المهمة والتي أو الذي إذا دققنا نظرنا جيدا في القرآن الكريم نجد هذا الأثر وهذا المعنى الذي نشير إليه متجليا في الآيات القرآنية العظيمة كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا آمنوا يعني أصحاب العقيدة أصحاب العقيدة الصحيحة أصحاب العقيدة الصادقة أصحاب العقيدة السماوية تأكيدات في القرآن الكريم وفي روايات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام على أن العقيدة الصادقة والعقيدة الصحيحة منطلقها الله سبحانه وتعالى
من هنا التأكيد يأتي في الروايات وفي كلمات المعصومين، قبل ذلك في الآيات الكريمة، وفيما عرض القرآن الكريم وأحاديث المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام على هذا المعنى. فلذلك أول دعوة جاء بها رسول الله فترجم كل رسالات السماء في هذه الكلمة، لما أن وقف على جبل الصفا معلنا دعوته بعد تلك الدعوة السرية، وقف على جبل الصفا وقال: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كلمة التوحيد منطلق العقيدة الصحيحة الصادقة الصائبة، التوحيد، كلمة التوحيد. هذه كلمة التوحيد لها ربط ولها ارتباط وثيق جدا بما يحفظها وبما يحركها وبما يعلي شأنها وبما يدخلها في قلوب البشرية، في قلوب الناس. كلمة سيدنا ومولانا الإمام أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام، والمعروف عند المؤرخين وعند حفاظ الأحاديث بحديث سلسلة الذهب، لما أن وصل إلى منطقة نيشابور أو نيسابور فاستوقفته الآلاف وفيهم الحفاظ كأمثال أبي زرعة الرازي وفلان وفلان، روي لنا رواية عن أبيك عن آبائك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وألحوا على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فكشف ستار قبته سلام الله عليه هودجه، وروى هذه الرواية عن أبيه الكاظم عن الصادقي عن الباقلي عن زين العابدين عن الحسين عن علي عن رسول الله عن جبرائيل عن الله، كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي تمشي به ناقته خطوات، ثم يستوقفها فيزيح الستار عن وجهه الشريف ويخرج رأسه ووجهه المبارك الذي أشرق نورا في سماء نيشابور وأخجل نور الشمس سلام الله عليه بنور وجهه، وقال بشروطها وأنا من شروطها. فلسفة عظيمة، كلمة التوحيد لا تعرف، العقيدة لا تعرف، العقيدة الصادقة الخالصة لا تعرف إلا بالولاية. فلذلك أحد مفسرينا، وهذا من خلال التتبع، يقول: الله سبحانه وتعالى لم ينادي بشيء في شرائعه السماوية كما نادى بالولاية. إذا تدققون أيها الأحبة في أصول الدين، أصول الدين المعروفة، كل أصول الدين تتحدث عن الولاية، فالتوحيد ولاية، ولاية الله، والنبوة ولاية، والإمامة ولاية، والمعاد ولاية، الرجوع إلى الولي المطلق وهو الله، العدل ولاية، أنها تبين صفات ولاية الله سبحانه وتعالى على الوجود. هذا غير الآيات والأحاديث وما جاء في الكتب السماوية التي سبقت الإسلام وسبقت القرآن الكريم والأديان والعقائد، كلها تنادي بالولاية، بالقيادة لله سبحانه وتعالى، الولاية التكوينية والولاية التشريعية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لخاصة عباده، كما هو واضح في القرآن الكريم وكما هو واضح في الآيات والفضائل والمعاجز التي أعطيت للأنبياء ولأوصياء الأنبياء، للنبي ولأوصيائه عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن كلمة التوحيد أيها الأحبة
لا يمكن أن تعرف، لا يمكن أن تفكك حروفها، لا يمكن أن يعرف معناها إلا من خلال المحرك والحافظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كما قال سيدنا مولانا: ألا وإن لكل مأموم إمام يهتدي به ويستطيع بنور علمه. هذا التوحيد العظيم الذي مشكلة من المشكلات التي وقعت فيها الأمة، والحيس بيس كما يقال وقعت فيه الأمة، هو أنها أخذت توحيدها من غير الباب الصحيح. اللي أخذ توحيده من غير الباب الصحيح من الأمة باب الله الذي منه يؤتى. القرآن الكريم يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. ما صارت يقول: نحن حبل الله المتين، نحن حبل الله المتين. وفي تفسير قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إمام الصادق يقول: نحن أهل الذكر. وهل هناك من يشكل على الإمام الصادق سلام الله عليه إذا احترمه أئمة المذاهب، بل أخذوا من علمه وكانوا عيالا عليه في وجودهم العلمي؟ ما حد يعترض على هذه المسألة. نحن أهل الذكر الذين أمر الله سبحانه وتعالى بسؤالهم. واعتصموا بحبل الله، وين موردها في الروايات؟ قال رسول الله: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح. هذا أبو ذر الغفاري يروي الرواية، يقول: جئت ومسكت بباب وعضالة باب بيت الله الحرام وقلت: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة صاحب رسول الله. أنا أبو ذر الغفاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأذني هاتين، وأشار إلى أذني اليمنى واليسرى، وإلا صمتا، أنه قال: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. سفينة نوح كانت تمثل الملجأ المادي من الطوفان، الملجأ الوحيد، اللي ما يصعد في السفينة يهلك. النبي يريد يقول: طوفان الدنيا، طوفان العقائد المنحرفة والضلالات والانحرافات وابتلاءات الله والشيطان والشيطنة والفتن، كيف يستطيع الإنسان أن يسلم من ذلك؟ قال: بركوبه في سفينة أهل البيت. هاي سفينة أعظم من سفينة نوح، ولا سفينة نوح لو كانت عظيمة وأعظم وكان بقت كسرت بيت خلاص، هي مجرد وسيلة كانت. الله يريد يقدم لهذه السفينة العظيمة. وفي الرواية المعروفة بحديث الثقلين أو الثقلين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي. هذا يتناسب ويا الآية الكريمة: واعتصموا بحبل الله. يقول كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي، كذلك حبل ممدود. واعتصموا بحبل الله يعني حبل الله هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لا يصاف في صفهم أحد، وهذا بإجماع عقلاء الأمة. إذا ابتعدت الأمة عن التعصبات وعن كل القضايا الدنيا من هنا ومن هناك تعلم. لذلك الإمام الحسين سلام الله عليه أول كلمة قالها أمام أول كتيبة إجت لحرب، كتيبة حرب، وقف وقال: أيها الناس، إنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكن ذلك أرضى لله ورسوله. تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله. شلون الإنسان يعرف الحق لأهله؟ إذا لم تكن التقوى هي قاعدته في الحياة،
تقوى يعني عقيدة صحيحة. إنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله. لذلك اقرأوا القرآن جيدا أيها الأحبة. القرآن الكريم يقول اتقوا الله ويعلمكم ماذا؟ ويعلمكم الله. تتقي الله الله يعلمك، ما تتقي الله الله يبهدلك في الوجود، يبتليك ابتلاء مثل ابتلاءات الأمة، أصحاب السبت، أصحاب الرأس، أصحاب الأخدود اللي خالفوا الأنبياء، كلهم هؤلاء كانت عقيدتهم عقيدة مو مرتكزة على الولاية، لله وللأنبياء، لله وللنبي ولأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أثر من آثار العقيدة الصحيحة أيها الأحبة، يجب أن نعلم عقيدة أو غريزة الاعتقاد هي من أقوى الغرائز في وجود الإنسان. لذلك قالوا قد تجد مدينة بلا أسوار بلا أسواق بلا بلا بلا، لكنك لا تجد ولا يمكن أن تجد مدينة بلا معبد أو دور عبادة، دور عبادة مسجد صومعة كنيسة بيع أي شيء. المهم تجد من الآثار، روح شوف آثار الدنيا كل الدنيا إلا تجد معبد مكان العبادة. ليش؟ لأن الإنسان ينزع نزوعا غرائزيا أزليا من وجوده، الله كون لهذا الوجود أنه ينزع لحب الاعتقاد، غريزة الاعتقاد لازم يعتقد. فذلك شوف واحد يعبد النحل، واحد يعبد البقر، واحد يعبد الكواكب، واحد يعبد الأشجار، واحد يعبد حتى الفأر ولا تلك الله فأرى يعبدوها، ما على أن من العقيدة اللي مو صحيحة. أنا أتكلم عن أنه العبادة غريزة في وجود الإنسان ما ينفق عنها إلا يعبد. هسه إلا يعبد الله يقول لك لا تعبدوا إلا الله، لا تشركون، تعدكم قوة، هل قوة هذه قوة طلب موجودة عندكم؟ الله يعرض عليكم أكو عرض طلب، الله يعرض عليكم هالقوة، يوجه القوة اللي عندكم موجودة عندكم لحب العقيدة. يا الله أكو الأنبياء موجودين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول، حتى لا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا هاديا وأقمت لنا علما، رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. نقرأ في دعاء النبي إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد. وينطلق في الحياة. من آثار هذه العقيدة الصادقة والصحيحة والصريحة والخالصة أن الإنسان يكون في أتون البلاء وفي خضم البلاء مطمئن، يختلف عن الآخرين مطمئن يكون. الذين آمنوا أصحاب العقيدة الصحيحة وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا أداة إشارة وتنبيه كما يقول مفسرون وعلماء اللغة، ألا أداة إشارة وتنبيه، يعني انتبه يا إنسان انتبه، كلما أردت أن تطمئن أن تصل إلى الطمأنينة القلبية وأن تصل إلى الاستقرار النفسي والاستقرار القلبي والاستقرار المادي والمعنوي لا تذهب بك المذاهب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوف الإنسان إذا يذكر الله، قلنا بالأمس شوف الإنسان إذا في كتون البلاء شوفه قريب من الله، يحمد الله يسبح مين سبحان الله الحمد لله، لا يذكر الله شوف يكون قريب من الله. القرآن الكريم يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. آية أخرى يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. تعال بالك يعني الإنسان يسوي طاعات ويعبد وكذا إليه منا على الله سبحانه وتعالى، لا أبدا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، الله له المنة علينا، أوجدنا من العدم، قهر العدم بالوجود ويقهر الوجود بالفناء أيضا.
لكن جابك من دونك. زين النتيجة شنو؟ جميل اللي ترجع شنو؟ جابنا في الحياة من دون ضريبة، العبادة لله سبحانه وتعالى. يعني العقيدة راسخة، من آثارها العقيدة في البلاء تميزك عن غيرك، عندك طمأنينة قلب. لا مو مثل ذاك اللي يجزع. زينك واحد يقول مؤمن بالله موالي لأهل البيت، وإذا جيه المصيبة يجزع، إذا جيه المصيبة خلاص يخرب، ممكن ينحرف عقائديا أيضا. شايف؟ فعلى الإنسان أن يركز عقيدته، يركز عقيدته، خلي عقيدته عقيدة راسخة. ولا شنو اللي ميز عابس بن شبيب الشاكري؟ عابس بن شبيب الشاكري وأصحاب الحسين سلام الله تعالى على الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أهل بيت الحسين، شو اللي ميزهم؟ شو اللي ميز هذا العسكر عن ذلك المعسكر؟ شو اللي ميز عسكر الحسين سلام الله عليه؟ ميز الاطمئنان، ميز الاستقرار. زي واحد يقول وين نحصل هذا الاستقرار؟ هذا الأمر شلون نستدل عليه؟ نشوف كل واحد يدخل في أتون الحرب يوم كربلاء يرتجز، علي الأكبر يرتجز، قاسم يرتجز، مرير يرتجز، زهير يرتجز، عابس يقول إني أنا عابس وابن الشاكري، شفت شلون دخل وكان مدجج بالسلاح، مدجج بالحديد، كل حديد من رأسه إلى خمس قدميه، أهابه القوم، كل يجبن الآخر، القادة يجبنون الجنود. جاكم عابس، عابس مشهور في الكوفة وفي العراق، عابس بن شبيب الشاكري شاف نظر، قال هؤلاء يتطايرون من أمامه ومن خلفي ومن بين يديه، شو اللي صار؟ نظر وإذا شوف نفسه كل حديد، شو يسوي؟ رجع إلى الخيام، نزع خوذته لامة حربه، بقى رأس مال قميص سراويل، وحمل سيفه ودرعه، أو في رواية السيف حامل. أجل أنت يا عابس؟ قال حب هذا أجلني. هذه عقيدة الراسخة، إن حب هذا أجنني، يعني حب الحسين سلام الله عليه، هذا جنون، مش الجنون الطبيعي اللي عند الناس، لا جنون العشق لله، للعقيدة الصحيحة. وعلى ذلك قس مواقف شهداء كربلاء، ذاك يقول بين يديك أحلى من العسل، هذا يقول أولسنا على الحق؟ قال بلى بني والذي إليه مرجع العباد، قال إذا لا نبالي بالموت، وقع علينا أو وقعنا عليه، ذاك يقول إني أحامي أبدا عن ديني، إلى غيرها من المواقف، اطمئنان القلب. لذلك يوم دخلوا على يزيد بن معاوية، يزيد قال صفوا لي أحوالهم، هؤلاء الذين أنتم واجهتموهم. يقول شفنا رجال أيديهم على مقابض سيوفهم، أعطيناهم الأمان، رفضوا الأمان، أعطيناهم كل شيء ممكن يعطى لكل سياسي، ممكن يعطى لكل واحد يواجه، ما قبلوا. هم قالوا ليلة العاشر، قالوا يوم العاشر لأبقى ليوم لست فيه، لا أبقانا الله ليوم لست فيه يا أبا عبد الله. لذلك وقفوا ذلك الموقف العظيم، وقفوا ذلك الموقف، وكلفهم هذا الموقف غالي، كلفهم أشلاء متناثرة، رؤوس مقطعة، رؤوس مقطعة، حتى يوم اجوا بنو أسد واحتاروا في أمر هذه الأجساد، أرادوا أن يشتغلوا بدفن هذه الأجساد، قالوا شلون ندفن أجساد بلا رؤوس؟ لو دفناها نقول هذا قبر فلان، هذا قبر منه، هذا قبر منه، محتارين. الله يعين سيدتي ومولاتي فاطمة، هي أيضا محتارة، هي إجت ليلة 11 تبحث عن الحسين. رواية هاي مو ينقلها المحب، ينقلها المعادي ليلة الجمعة، وإن شاء الله أجر ثواب بكاءكم إلى قبر هذه المؤمنة بالتأمين على دعواتكم.
تأمين صاحب العصر والزمان. رواية رويها أحد قتلة الحسين ليلة الحادي عشر من المحرم حينما رأى ذلك الموكب من السماء ينزل وشاف ذيك المحجبة وشاف ذيك المجلببة بالسواد. لذلك هذا المعنى وهي تمشي تريد تروح للحسين بس شافت أجساد بلا روس نادت جبريل وين أجسادهم دلني عليهم. الله يرحم العلي الفائز رحمه الله أمير الشعراء. جبريل وين أجسادهم دلني عليهم قالها يا زغرة ما تقدري تنظري. هلا بيك هلا بهالدمعة. جبريل وين أجسادهم دلني عليهم قال يا زهرة ما تقدري تنظريهم. ليش كلهم بلي روس وأحزني عليهم روس شالوا نادت على الولدان. انت عارف من جبرائيل نادت على الولدان ويا جملة الحور نروح قوم نروح وادي كربلاء نزور نواري الأجساد الذي ظلت بلا قبور جنازة أبو السجاد بالغبرة روي. بعد يا أبو العلي عندك أبيات تقرح بيها قلوبنا وقلوبها المستمعين والليلة الجمعة. قالت يا الحور قوموا زينوا جنة الفردوس يا الحور قوموا زينوا جنة الفردوس اليوم بتجيكم جنايز ما حس. تتحمل هالشطر هذا اللي بيجيك تقول اتحمل من اجل الحسين بس يقرح قلبي واصرخ يا حسين يا الحور قوموا زينوا جنة الفردوس اليوم بتجيكم جنايز مالها نقسم على الله بحق الحسين.